أهلا وسهلا مشاهدينا. من خلال هذه الجولة في الساعة الثانية نبتدر هذه الجولة بتحليل أهم الأخبار الواردة عبر شبكة الشروق نت. رفقة الأستاذ صحفي والمحلل السياسي أستاذ الشيخ يوسف رئيس تحرير موقع الشروق. أهلا وسهلا أستاذ الشيخ. أهلا وسهلا بكم وبأهل قناة الشروق جميعا. أهلا وسهلا. كيف الصباحات الندية؟ تمام، لسه بانتظار الشتاء يتمكن حتى يعني نستمتع بالصباحات الندية يعني. أهلا وسهلا حسام. إذا نبدأ من الشروق نت مشاهدينا الكرام بأولى الأخبار معنا، وفيه قرار بمنع الأجانب من ممارسة التجارة بالبلاد. أصدر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني يوم الاثنين قرارا وزاريا بمنع الأجانب من ممارسة التجارة استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء الانتقالي رغم 70 المنظم للأجهزة التنفيذية الانتقالية، واستنادا للقرارات الحكومية السابقة الخاصة بممارسة الأجانب للتجارة. وينص القرار بحظر غير السودانيين الحاملين للجنسية السودانية بالميلاد من ممارسة النشاط التجاري في مجالات كافة أو في مجالات كافة إجراءات الصادر إلا بموجب قانون الاستثمار أو اتفاقيات حكومية خاصة، بجانب كافة إجراءات الاستيراد إلا بموجب قانون الاستثمار أو اتفاقات حكومية خاصة. كما حظر القرار بحسب وكالة السودان للأنباء سونا حظر التواجد بالأسواق المحلية وممارسة عمليات البيع والشراء سواء مباشرة أو عن طريق وسيط محلي. ونص القرار على أن كل من يخالف هذه القرارات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية بموجب القوانين واللوائح المقيدة لذلك. هذا القرار حظر الأجانب من التواجد في الأسواق المحلية استنادا لقرارات سابقة، كيف تراه؟ والله أنا يعني أرى أنه قرار مهم جدا جدا، وحتكون عنده انعكاسات اقتصادية لو أخذ بحقه. يعني ده القرار الثالث خلال سنتين، حتى في النظام السابق أصدروا القرار ده مرتين، ولأنه في رأيي الشخصي الأمر صعب تنفيذه. هؤلاء الأجانب أصبحوا يسيطرون على غالب الشأن التجاري الداخل السوداني، وأصبحوا نافذين حتى في دواوين الدولة، نافذين يعني بتسهيلات وبإجراءات وكده. فنتمنى أنه يعني الوزارة إذا كانت حقا تريد أن تطبيق الموضوع ده على الأرض أن لا تأخذ الموضوع بسهولة، يعني أن أنت مجرد داير تمنع أجنبي من أنه يمارس التجارة وحتحقق الحكاية دي in no time أو في 24 ساعة. الأمر صعب تحقيقه، لكن هو مردوده الاقتصادي صعب. بل في ثقافات اقتصادية، ثقافات بتاعت مشاكل اقتصادية في السودان دخلت، زي مثلا سعر الدولار بالكاش وسعر الدولار بالحسابي. في الثقافة دي دخلوا الأجانب في السودان. بل في يعني في سلع اساسيه ومهمه جدا في السودان الان محتكره لتجاره، في سودانيين كثيرين جدا بيشتغلوا من تحت الناس دي. طيب استاذ الشيخ، في نقطه مهمه انت ذكرت انه القرار ده قرار ايجابي يخدم مصلحه السودان طبعا. في ظل الوضع الجديد لانه عانى معانا اقتصاديا. ذكرت انه تطبيق القرار قد يكون فيه امر من الصعوبه، ما الذي تحتاجه الحكومه الانتقاليه الان والجهات المخوله اليها بنص هذه القرارات خاصه وزير الصناعه والتجاره؟ المطلوب شنو في خطوات من اجل الاستمرار في هذه القرار وتطبيق على ارض الواقع؟ يعني الموضوع يجب ان تستعين وزاره التجاره بكل الجهات ذات الاختصاص، اضافه الى حتى القوات النظاميه في الشرطيه والامنيه والاستخباريه، حتى تضع هذا، لانه يعني شغل موظفين عادي اجراءات عاديه ما يعني حيكون فيها مقاومه كبيره. انا لانه نازلين تجذروا خلال السنوات الاخيره ويمتلكوا جديد جدا، من الصعب انك انت، ولقوا انه العمل في السودان سهل والسيطره على الاشياء سهل. فنتمنى انه يكون دي نهايه الفوضى في سوق التجاره الداخليه، لانه المستثمر الخارجي وإذا يعني بيجيك على سنه يساعدك في الإنتاج وفي كذا، لكن يجي ويأخذ مرابحات من بنوكك ويتمول من السوق المحلي الداخلي ويحتكر تجارتك ويتلاعب ب ب ب ب أه. طيب أستاذ الشيخ، يعني كلامك واضح جدا، لكن فيما يخص القرار أيضا نص على أن لا يتم تواجد الأجنبي داخل الأسواق التجارية المحلية سواء كان بمفرده أو عن طريق وسيط آخر.
يعني هذه أو هذا الخبر، هذه الفاصلة تحمل في مضامين الكثير. ما المطلوب أيضا من تعويضات، من قوانين تكون رادعة على ألا نراهم مجددا، ومدى إسهام الحقيقي ربطه بجانب تفعيل الاقتصاد وانتعاش مجددا؟ أنا يعني بعتقد أنه يجب أن المسألة دي تكون معها حشد بتاع قوانين، على أساس أنه أنت صحيح هي القرار استبق ما يعني ما هو متوقع أنه يحدث، أنه الناس يشتغلوا من خلال من تحت لافتات سودانية، والآن في أشياء يعني هم توقعوا التحايل الممكن يحصل، وحتى أنه يبتروا كل هذه الأشياء يجب أن يكون في تحرك مع بعض، كل تحرك قانوني رادع، والتحرك ده تدعمه قوات، تدعمه المؤسسة العدلية وتدعمه، وتكون العقوبات رادعة جدا بالطرد بغير بغير بغير، وحتى أن الناس يقدروا يحققوا فيه رقم كبير يعني. نعم. طيب ردة الفعل اللي حتكون متوقعة معلش حسام من الذين تم هذا القرار من أجلهم، يعني حنتوقع شنو من خلال الأيام، لأنه القرار ده قد يكون صادم وإيجابي بالنسبة للمجتمع السوداني، حنتوقع منهم شنو؟ هو لأنه أنا أتوقع يعني مثلا ردة المقاومة والغضب وكذا، الموضوع ده كله في إذا كان أنه أنت عندك حق مستحق وسلب منك، يعني مرات الحكومة هي من حقها أنها تسلب حتى حقك المستحق إذا كان يضر بآخرين، لكن هو أصلا هذا ليس حق مستحق، أغلب هؤلاء هم لاجئين، وأغلب هؤلاء هم دخلوا من غير فيز رسمية وغير، يعني أصلا هو لم يكن في يوم من الأيام حق مستحق لهم، وأغلب هؤلاء لم يأتوا بتمويل من الخارج أو بأموال حتى يعملوا فيها عمل بالتجارة، يعني إنما مولوا نفسهم من ال من 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 جهات غير معلومة، أيوة من داخل السودان يعني.